السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل التمرينات العامة اللي على الدرس الأول والتاني في وحدتنا الأولى، والكلام ده موجود في صفحة 28. تعال نشوف أول حاجة، يلا المحادثة. طبعا حبايبي شغل المحادثة ده اتكلمنا عنه في حلقات كتيرة جدا في البداية، لأنه كله بيعتمد على how to make a question، إزاي أكون سؤال. اللي ما اتفرجش على الحلقات دي ممكن يدخل على صندوق الوصف هيلاقي كل الحلقات دي بالترتيب من الأول للآخر. تعالوا نشوف، يلا قلنا أهم حاجة حبيبي في المحادثة إن أنا لازم أقرأ رأس السؤال كويس، ثانيا لازم أقرأ المحادثة كلها كويس عشان أقدر أستنتج الإجابات، لأن في إجابات أنا محتاجة فوق مش هلاقي عنها معلومات غير تحت في آخر المحادثة. بيقول لي أشرف أند وليد آر توكينج أباوت ذير سمر فاكيشن. طبعا أشرف وليد بيكلموا عن أجازة الصيف، فأشرف بيقول له هاو واز يور سمر فاكيشن، إزاي كانت أجازة الصيف يا وليد؟ فوليد رد عليه قال له وات أباوت يو، وات أباوت يو معناها ماذا عنك؟ قال له ات واز جريت تو، خلي بالك ده بيقول له كانت عظيمة ايضا. طالما قال له تو حبايبي يبقى معناها ان اذا الكلام ده اتقال فوق. وبعدين ساله سؤال قال له اي توك بارت ان ا بروجكت، يعني انا شاركت في مشروع. فساله سؤال قال له ات واز اباوت رايتنج ستوريز يوزنج اي اي، كان عن كتابه القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس. فاشرف قال له كان اي اي رايت جود ستوريز، هو ممكن الذكاء الاصطناعي يكتب قصص جيده؟ فرد عليه قال له great عظيم. Do you have to check the stories؟ يعني هل انت يجب ان انت تراجع القصص دي؟ فطبعا هيرد عليه قال له sometimes there are a few mistakes، احيانا بيبقى فيه اخطاء بسيطة، اذا لازم نراجعها ولا مش لازم؟ لا لازم نراجعها. تعالوا بقى حبايبي نرجع لأول محادثتنا. قول له how was your summer vacation وليد؟ يعني كيف كانت اجازة الصيف يا وليد؟ اكيد هقول له طبعا it was great، يعني كانت عظيمة. اللي عرفني الكلام ده هو تحت قال له it was great too. فبقول له what about you؟ قال له it was great too. وسأله سؤال قال له I took part in a project، يبقى المفروض طالما قال له أنا شاركت في مشروع يبقى عايز يقول له ماذا فعلت. قلت حبايبي هنا مهم جدا نعرف أداة الاستفهام اللي هي what، بعد كده بروح على الفعل المساعد. طيب فين الفعل المساعد هنا؟ هتقول لي مفيش، بس الفعل في الماضي، يبقى إذا لازم أجيب did، يبقى what did. اي طبعا بتتحول ليو، يبقى what did you do، ماذا فعلت، لاني بسأل عن الحاجة اللي هو عملها. طيب سأل سؤال قال له it was about writing stories using AI، كان عن كتابة القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي، يبقى عايز يقوله المشروع ده كان عن ايه، يبقى اذا هقول له what، ادي اداة الاستفهام، فعل المساعد بتاعي was، يبقى what was، ات دي عايدة على البروجكت، يبقى what was the project about، يعني المشروع ده حبايبي كان عن ايه. قال له كان اي اي رايت جود ستوريز، هل هو يقدر يكتب قصص جيده؟ فطبعا لازم هنا اجاوب بيس، يبقى يس ات كان. طيب ليه لازم اجاوب بيس؟ عشان قال له جريت يعني شيء عظيم. قال له دو يو هاف تو تشيك ذا ستوريز، اكيد هقول له يس اي دو او اوف كورس، بالطبع. ليه يعني؟ عشان قال له احيانا بيبقى فيه اخطاء. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال التاني. عندنا كلمه ديدن بنفي في الماضي، ستوري قصه، وير كانوا، بروجكت مشروع، عميل يعني. بقول له last summer I did something really fun، بقول الصيف اللي فات انا عملت حاجه ممتعه جدا. I took part in a where young people write stories using AI، طبعا انا شاركت في ايه؟ اكيد شاركت في مشروع، والمشروع حبايبي اسمه بروجكت، اللي فيه بيكتبوا قصص باستخدام الذكاء الاصطناعي. because computers write them، كمبيوترات بتكتبهم. We had to check to make sure that there were no mistakes in them، بنضطر ان احنا نراجعها عشان نتاكد ان مفيش اخطاء فيها. before I started، قبل ما ابدا. I know that AI can write really good stories، قبل ما ابدا طبعا عايز يقول له ان انا ما كنتش اعرف ان الذكاء الاصطناعي بيكتب قصص، فاكيد هقول له I didn't know، نفي في الماضي حبايبي بكلمه didn't. I didn't know that AI can write really good stories. You imagine، تخيل، that only people can write stories but AI can give a helping hand، ال AI الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا. Most of the stories، يعني معظم القصص، I read، اللي انا قرأتها، a fine، طبعا fine بصفة فهي قبلها verb to be، خلي بالك ال stories دي جمع فلازم اقول were fine، كانت جيدة. but sometimes I found some strange in one of them، يعني لقيت حاجة غريبة كده في واحدة منهم. for example، على سبيل المثال there was one a،
where the sun never sets at night. يعني في قسم منهم بتقول ان الشمس عمرها ما بتغرب في المساء. يبقى اذا one story يعني قصة منهم. Of course بالطبع that's not possible يعني ده مستحيل. So I changed that part of the story. انا غيرت الجزء ده من القصة. تعال نشوف يلا سؤال اختياري. يقول لي who is the winning goal yesterday؟ قال لي احمد علي. طبعا yesterday من علامات الماضي فلازم برضو سؤال يبقى في الماضي فلازم اقول who scored يعني من سجل. Number two بيقول لي he writing stories when he was 12. يبقى حبايبي لما اقول لي when he was ويجيب لي يربطها لي بسنة او مكان يبقى دي علامة من علامات الماضي فلازم اقول he started يعني هو بدأ يكتب قصص عندما كان عنده 12 سنة. تعالى حبايبي يلا نشوف صفحة 29. بيقول لي علي is our A. He lives in house number 9 in our street. في شارعنا يبقى اكيد ده جارنا ويبقى neighbor. Number 4 بيقول لي we pick up the A and took it to the recycling center. بنجمع A ونوديها لمركز اعادة التدوير. اكيد طبعا بنجمع الليتر والليتر حبايبي اللي هي القلمة. هنشوف نمبر 5 بيقول I feel A when I have a math test it's very worrying. طبعا بشعر بإيه لما يكون عندنا math test ده شيء مقلق جدا. يبقى طبعا I feel nervous ونيرفس حبايبي بمعنى متوتر. نمبر 6 بيقول students should do useful A in their free time. الأولاد المفروض أو الطلبة المفروض يعملوا A مفيد في أوقات فراغهم. أكيد طبعا do useful activities وactivities معناها نشاطات انما problems مشاكل sounds أصوات vacations بمعنى عطلات. نمبر 7 بيقول it's not a to cut the watermelon without a knife. بيقول لي ليس من الاي انك تقطع البطيخه بدون استخدام سكينه. اكيد طبعا it's not possible يعني مش ممكن. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي can you aid your younger brother how to read English. عايز اقول له ممكن تعلم اخوك الصغير ازاي يقرا انجليزي يعني ايه كي يستطيع ان تعلم. يبقى can you teach هل تستطيع ان تعلم can you teach your brother. نمبر 9 تعال نشوف نمبر 9 تسعه بيقول لي he go to the beach last summer. طبعا حبايبي last summer من علامات الماضي وطبعا هنا go فعل في المصدر يبقى لازم النفي هنا يكون ب didn't لان didn't هي اللي بترجع فعل المصدر. نمبر 10 بيقول لي 8 teams join the sports e. طبعا 8 فرق اكيد التحقوا بالبطولة الرياضية. فين البطولة حبايبي؟ تورنمنت يعني بطولة. تعال نشوف يلا نمبر 1 بيقول لي did you notice نوتس حبايبي بمعنى يلاحظ. بيقول لي did you notice that there is a new student in the class. خلي بالك did you notice الكلام ده في زمن الماضي هل انت لاحظت؟ يبقى there is هقول له لا there was عشان الكلام ده في الماضي. We not watch the news yesterday. حبيبي يسألني من علامات الماضي. يبقى إذا النفي هنا هيكون بكلمة didn't. فأقول we didn't watch. We didn't watch يعني إحنا ما شاهدناش. تعال نشوف نمبر 3 بيقول when does you get up this morning. حبيبي this morning من علامات الماضي فبالتالي الكلام لازم يكون في الماضي وفي الماضي بجيبه لأداة الاستفهام did طالما وجود فعل في المصدر. يبقى إذا هقول when did you get up. نمبر 4 بيقول a lot of people يعني كثير من الناس come to help clean up the beach last week. طبعا حبايبي last week من علامات الماضي فالمفروض ما اجيبش come اجيب came يعني كتير من الناس جيت عشان تساعد في تنظيف الشاطئ الاسبوع الماضي. طبعا حبايبي في الباراجراف بيتكلم عن السمر فاكيشن. لو قرينا موضوع الدرس كويس ممكن استنتج المعلومات اللي من خلالها اقدر اكتب عن السمر فاكيشن. وطبعا حبايبي السمر فاكيشن عشان اكتب عنها لازم اعرف الاول where. لازم اسال نفسي كده where I went انا رحت فين. طيب كمان لازم اسال بهاو يعني ازاي. لازم اسال ازاي رحت. طيب لازم اسال بوين امتى يعني امتى رحت. ممكن اقول امتى بدات الرحله خلاص او امتى وصلنا. طيب ممكن اسال بوات ديد اي دو. لازم اسال نفسي يا ترى ايه اللي انا عملته هناك. تاني لازم اسال نفسي ايه اللي انا عملته هناك وده اللي هستفيد فيه في الكلام. دي اللي هتبقى supporting sentences. لازم اتكلم انا عملت ايه هناك في المكان اللي انا روحته. لازم اسال حبيبي how did I feel. لازم اسال نفسي كيف شعرت. اقول انا شعرت بايه. لازم اقول when did I get back. حبيبي امتى انا رجعت. or when did I go back home. امتى رجعت البيت.
الحاجات دي لما اسال نفسي واجاوب عنها هتلاقيه الباراجراف بالنسبه لي بقى سهل جدا. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه, لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجايه ان شاء الله. واستنونا في الحلقه الجايه مع الدرس الثالث والرابع. Goodbye. السلام عليكم.